ونصلي ونسلم على الرحيق المختوم سيد الأقوام هادي الخلق وحبيب الحق والشفيع المشفع وسيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأحبة الأكارم، كل عام أنتم بخير. من ديوان عام آل سلام صقر عزبة الشيخ سويف مركز الفتح محافظة أسيوط، في حفل عقيقة المولود السعيد الكريم ابن الكرام محمد تامر سليمان، في هذه الليلة الميمونة وفي هذا الشهر الفضيل شهر رجب الأصب، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في المولود، أن يبارك في الموهوب، وأن نشكر جميعاً الواهب خاصة الوالدان، وأن يبارك الله في عمره وأن يبلغ أشده، وأن نرزق جميعاً بره وأن يكون نافعاً لمجتمعه واصلاً لرحمه خادماً لجيرانه وإخوانه وعشيرته وأبناء دائرته. الأحبة الأكارم، العرب على وجه العموم لا بد لهم من قائد، لا بد لهم من رابط، غير ذلك تجدهم متشتتين، تجدهم متناحرين. منذ القدم تغير قبيلة على جارتها، تغير عائلة على أختها، واحتل العرب في التاريخ كله أعلى الدرجات في الاختلاف والتناحر. كانت حروب داحس والغبراء وغيرها سالت فيها دماء عديدة، إلى أن جاء الهادي البشير صلى الله عليه وآله وسلم فنشر التوحيد وجمع العرب على كلمة سواء، واستطاع أن يؤسس دولة الإسلام والمسلمين، وأصبحت الأمة في ربوع الأرض لها راية ولها كلمة وعندها أرض ولديها عرض، وعاشت منتصرة في صدارة الأمم والكل يدين لها بالولاء، حتى وصلت بها درجات العزة أن أحد الخلفاء لأهل الإسلام هارون الرشيد كان ينظر إلى السحابة التي تمر فوق رأسه فيقول لها قبلي أو بحري، أينما هطلت سيأتيني خراجك. نعم كانت لنا صولة وكانت لنا جولة يوم أن اعتصمنا بالإسلام، يوم أن استنصرنا بالله الناصر، فقارن بين ما كنا عليه وما وصلنا إليه.
أمتنا ابتعدت عن الدين، أمتنا فرطت في الإسلام المتين، أمتنا تستجدي من أعدائها وخصومها الطعام والدواء والكساء. نطرق كل الأبواب، نتمسح بكل الأعتاب، مرة نميل إلى الشرق ومرة نجتجي من الغرب. وما فكرت أمتنا في الرجوع إلى رب السماء والأرض؟ نحن أمة العزة، فلما هذا الذل؟ نحن أمة النصر، فلما هذا الخزي والخزلان والهزائم التي تترى والتي جعلت أخس خلق الله يدنسون مقدساتنا ويهتكون أعراضنا ويهدمون مستشفياتنا ويدمرون بيوتنا ويحرقون أطفالنا وشبابنا، والأمة تنظر نظر المغشي عليه من الموت فلا ترى أحدا يدافع أو ينافح أو يكافح أو يصرخ ويقول وا معتصما أرأيتم؟ فلا بد لنا وأن نعود إلى شرع الله، نعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء الخبر لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة الزهراء أنجبت ولدا، فسارع إلى بيتها وقال ائتوني بابني، هو ابن بنت لكن للقرب، فحملوا له المولود السعيد بين يديه، فأخرج تمرة اقتطعها بأسنانه الشريفة ثم مضغها ثم حنك بها فم المولود السعيد ونظر إلى أبيه، يا علي، قال لبيك وسعديك رسول الله. قال ما أسميت هذا المولود؟ قال أسميناه حربا يا رسول الله. قال لا، بل هو الحسن. قال إذن هو الحسن سمعا وطاعة. حاضت الزهراء مرة ثم حملت بمولودها الثاني، بعد 9 أشهر وضعت الجنين فإذا هو ذكر، فأرسلوا الخبر يزفوه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا رسول الله أنجبت الزهراء ولدا آخر. فجاء مسرعا، ائتوني بابني، فقدموه له فحمله بين ذراعيه الكريمتين ثم أخرج تمرة، أخذ نصفها ومضغها بين أسنانه ثم حنك بها المولود السعيد ثم نظر إلى أبيه علي وقال يا علي، قال لبيك وسعديك رسول الله. قال ما أسميت هذا المولود؟ قال أسميناه حربا يا رسول الله. قال لا، بل هو الحسين. قال سمعا وطاعة يا رسول الله. ثم حملت الزهراء وأنجبت الولد الثالث، فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء مسرعا، ائتوني بابني، فحملوه إليه فضمه إلى صدره بين ذراعيه الكريمتين وأخرج التمرة وحنكه، بعدما مضغ نصفها بين أسنانه أخرجها بأصبعه وحنك بها فم الطفل السعيد المولود ونظر إلى أبيه وقال يا علي، ما أسميت هذا المولود السعيد؟ قال أسميناه حربا يا رسول الله. قال بل هو المحسن إن شاء الله. أسميناهم الحسن والحسين والمحسن
كأسماء أبناء نوح عليه السلام، شبر وشبير وشبار. انظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسأل عليا ما أسميته، لأن المولود حتما ولا بد وأن يسمه أبوه، يختار له الاسم المناسب. اسم حرب كان كالعلم، نعم، وكعادة القوم يومئذ يسمون هذه الأسماء. فإذا ما زرى قرن المحن واشتد الصراع وحصل الصدام، دائما تبدأ المناوشات بالكلام، وكان لكل قبيلة شاعر يحمسها، ثم يحصل تقاذف بالألسن، ثم يلتحم الفريقان ويكون الصدام المسلح. ولما سألوا أحد الحكماء من العرب، لما تتخيرون أسماء لأبنائكم غريبة، غضنفر وأسد وحجر وحرب وعبد الكعبة وعبد الدار وحنظلة، قال: نحن نسمي أبناءنا لخصومنا وأعدائنا حتى لا يطمعوا فينا. إذا كان وقت النزال وحصل التلاسن، تكون الأسماء معبرة عن البطولة والثبات والبسالة. قالوا: ولما تحسنون اختيار أسماء عبيدكم وإمائكم؟ سعد الله، سعد، سعيد، بلال، رباح، نجاح، ميسرة، لما تحسنون اختيار عبيدكم وإمائكم؟ قالوا: لأننا نسمي عبيدنا لخدمتنا، فنستعين بهم لقضاء مصالحنا، يحضرون لنا الطعام، الشراب، الفاكهة، فلا بد وأن يكون الاسم حسنا. لذا نظر حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه، وقال له: ما أسميته؟ قال: أسميناه حربا. قال: بل هو الحسن. ما أسميته؟ قال: أسميناه حربا. قال: بل هو الحسين. ما أسميته؟ قال: حربا. قال: بل هو المحسن. لأن الاسم دائما وحتما يكون لصاحبه فيه نصيبا. لما سألوا عبد المطلب بن هاشم في يوم السابع لميلاد محمد بن عبد الله صلوات الله وتسليماته وتبركاته عليه: يا سيد بني هاشم وكبير مكة المطاع، قال: نعم. قالوا: أكلنا وشربنا في عقيقة مولودكم السعيد هذا، فما أسميته يا سيد مكة؟ قال: أسميناه محمدا. قالوا: ولما رغبت به عن أسماء الآباء والأجداد؟ فليس هذا الاسم متواجدا ولا مشتهرا بين أسمائنا وفي أقوامنا. قال: أسميناه محمدا ليكون محمودا عند الناس في الأرض وحامدا لله في السماوات. مع أن اسم محمد جاء تشريفا من الله، حملته الملائكة إلى أم النبي آمنة الوهبية، وكان جنينا في أحشائها وهي تزف لها البشريات: يا بنت وهب حملت بسيد الناس، يا بنت وهب حملت بالشفيع المطاع، فإذا وضعته سمه محمدا. فكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم: سيدي يا رسول الله، على قدري أصوغ لك المديحة.
ومدحك صاغه ربي صريحا. يا خير الرشد، من أنا حتى أوافي قدرك العالي مديحا؟ مدحك للنبي يرفع من قدرك، حبك لرسول الله هو السبيل نجاتك لتنال شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. كانت العادة إذا ولد المولود وأخبروا به حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله بين ذراعيه الشريفتين، ثم يؤذن في أذنه اليمنى، ثم يقيم الصلاة في أذنه اليسرى، ثم يعق عنه في يوم سابعه. إذا سمحت الظروف ممكن أن تؤجل العقيقة متى شاء الله، لكن هي واجب نشكر المنعم الذي وهبنا هذا المولود ذكرا كان أو أنثى، من باب ولئن شكرتم لأزيدنكم، هذا من شعار المسلمين. وفي بعض الروايات الضعيفة كل مولود مرهون بعقيقته، وبإمكانك أن تجمع أكثر من ولد وأكثر من بنت وتذبح عزبة، كما أنه يجوز أن نجتمع في الأضحية سبعة أنفار، فالأمر جائز أيضا في العقيقة. ودائما الولد يذبح عنه شاتان، والبنت يذبح عنها شاة واحد، فإن ذبحنا عن الولد شاة مع هذا الغلاء فهو أمر جائز، لأن القاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ثم بعد ذلك كان يطلب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلق شعر البطن للمولود، ثم يوزن هذا الشعر ويوضع في مقابله فضة. الآن لغلاء الفضة ممكن نستعيض هذا بالعملة المعدنية أو العملة الورقية وننفقها تصدقا وشكرا للمنعم عز وجل. كذلك من حق المولود على والديه أن يختار له اسما حسنا يسعده إذا ناداه به أحد، يشرفه إذا كان في محفل. هكذا الحال، نحن للأسف الشديد في عصرنا هذا تعلقنا بكل ما هو غريب، وعشقنا الولاء للغرب، واهتممنا بالحداثة وأمور غريبة عن قرانا، عن تقاليدنا، عن عاداتنا، عما تعلمناه في شريعة ديننا، فأصبح الناس يسمون أبناءهم وبناتهم أسماء تلفزيونية، وأحيانا أسماء كلها طراوة ورخاوة، وفيها من الضعف والاستكانة ما تجعل أصحاب القلوب المريضة يطمعون في أصحاب هذه المسميات. تلاشت من قوائمنا إلا قليلا أسماء ميمونة، أسماء أم حبيبة وأم الخير وإحسان ورقية وعائشة وخديجة وسودة وبراءة. هذه الأسماء هي أسماء أمهات المؤمنين، هي أسماء جداتنا وأمهاتنا، أسماء لها معنى، تحمل القيمة والكرامة، تجد فيها العزة والمحبة والتقدير والاحترام والإجلال. لكن اليوم نطلق أسماء عجيبة، واخترقت أسماء أهل الغرب،
فرنسيين وإيطاليين وألمان وأمريكان، أسماء غريبة عن عقيدتنا، لكننا اعتدنا أن نقلدهم في كل شيء، ولا أحد يقف ويستوقف أو يفكر أو حتى يتراجع. سبحان الله، لغة القرآن هي اللغة العربية، هي لغة يوم الحساب، هي التي تتحدث بها الملائكة عند رب الأرباب، هي لغة التفاهم في جنات الله، يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم طبتم. هذه تحية الملائكة لسكان الجنان. والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، ومن أسماء نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه أنه النبي العربي، وأنه النبي الأمي، وأنه النبي المكي، وأنه النبي المدني، هكذا. فلما لا نعتز بعروبتنا؟ لما لا نعتز بديننا وشعائرنا وعقائدنا؟ هذا هو المطلوب. تعالوا لنتعلم الأدب من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام، بعدما رزقت فاطمة الزهراء بأبنائها بنين وبنات، جلس سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه بجوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أستأذنك يا رسول الله، لئن رزقني الله بولد هل تسمح لي أن أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ أسميه محمدا النبي ولا نبي بعدك. فابتسم صلى الله عليه وسلم، وعرف أن هذا رصيد محبة من الإمام والولاء والبراء، فأومأ له برأسه كما تحب يا علي. إذن هو أخذ الضوء الأخضر، إذن هو أخذ الموافقة من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد موافق. ماتت السيدة فاطمة بعد أبيها بستة أشهر، دفنها الإمام. بعد فترة حن للزواج، وهذا أمر مشروع، فخطب امرأة من بني حنيف، تزوجها ودخل بها، ثم أكرمها الله فحملت وأنجبت ولدا. فتذكر الإمام وعده لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسمى الولد محمدا النبي. فكان الصحابة ينادونه يا محمد، ليستمر اسم النبي في البيت الهاشمي وفي بيت الإمام علي. تعلق قلب الإمام بابنه الحديث هذا، المحسن كان قد مات، بقي الحسن والحسين، والحسن والحسين أكبر من محمد هذا الذي لقبوه بابن الحنفية، لأن أمه من بني حنيف، جده جعفر بن قيس من بني حنيف. فكانوا يفرقون بينه وبين أبناء فاطمة محمد ابن الحنفية، لكن أبوه الإمام علي رضي الله عن الجميع. فكان الإمام لشدة تعلقه به وقد رزق به على كبار، كان يأخذه معه في جلساته، وكان يتحرك به، إلى أن بلغ به الحب لمحمد بن الحنفية أنه كان يأخذه معه حتى في معاركه السياسية والقتالية. فلما عمت الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، انتشر أهل الخداع وأرباب الفتن وأهل السوء، فذهبوا إلى محمد بن الحنفية وأرادوا أن يضربوا ويدقوا إسفين في العلاقات في بيت الإمام علي بين الإخوة لأب.
فقالوا لمحمد بن الحنفية: يا ابن الحنفية. قال: نعم. قالوا: معنا سؤال يحيرنا كثيرا. قال: ما هو السؤال؟ قالوا: إن أباك علي دائما يأخذك ويقدمك معه في القتال ويعرضك للهلاك، في حين أن لك أخوين كبيرين يتركهما في البيت بين الدعة والراحة، بين الطعام والشراب، بين النوم والخلود، وأنت يقدمك للتهلكة وللمهالك، فلما يفعل أبوك هذا بك؟ قال: الأمر بسيط، الحسن والحسين أخواي، هما عين الإمام، أما أنا الأصغر فأنا يده، ومن الطبيعي أن يتقي الإنسان وأن يقي عيناه بيده، فأنا الفداء لأبي، وحفظ الله أخوايا الحسن والحسين. ورد هؤلاء الكائدين بذكائه الفطري، بأدبه الجم، فهو العبقري ابن العبقري، وهو الإمام ابن الإمام، رضي الله عن محمد بن الحنفية. صارت الأمور وشاءت الأقدار، وحصل خلاف بين الحسن وبين أخيه محمد بن الحنفية، فاختصم. فجلس محمد بن الحنفية وأحضر قرطاسا وريشة يكتب بها، فكتب رسالة لأخيه الحسن الذي يكبره بعشر سنين، قال له فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله الكرام وصحبه العظام، أما بعد، فإلى أخي الحسن بن علي، أنا أخوك محمد بن الحنفي، أنت ابن فاطمة الزهراء بنت النبي، وأنا ابن امرأة من بني حنيف، أنت جدك النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلوات الله وتسليماته وتبركاته عليه، أما أنا فجدي جعفر بن قيس، رجل من بني حنيفة، وشاءت الأقدار أن أختلف أنا وأنت، فتعال إلي أنت، تعال أنت إلي لتكون صاحب الفضل علي، فما ينبغي لابن الحنفية أن يتجرأ وأن يداين ابن فاطمة البتول الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت الرسالة للحسن بن علي قبلها ووضعها على رأسه، وأسرع إلى أخيه من أبيه محمد بن الحنفية، واحتضنه وقبله وشكره. هكذا كان الود بين آل بيت الإمام علي، هكذا الأدب بين الأخ غير الشقيق، أو الأخ لأب، أو الأخ لأم، فما بالك بالأخوين الشقيقين، فما بالك بالتوأمان. انظروا حولكم تجدون الخلاف بين الإخوة، بين الولد وخاله، بين الولد وعمه، بين البنت وخالتها، بين البنت وعمتها، غالبية القضايا في المحاكم بين الأقارب.